مواقف وعبر من الزلازل التي يحدثها الله عز وجل في الأرض. رابعاً، هذه الزلازل لا تحدث إلا بأمر الله عز وجل، فلها سببان: سبب شرعي وهو تخويف العباد حتى يعودوا إلى الله، وسبب حسي أراده الله ولا يحدث إلا بأمر الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: والزلازل كالكسوف يخوف الله بها عباده. قال: وسببها، سبب حدوث الزلازل، أن الأرض البخار بها يكون في مكان ضيق، فيريد أن يخرج كحال الماء والهواء إذا انضغط في المكان من الأرض، فهو يريد أن يخرج، ومن ثم يتطلب الخروج، فإذا خرج تشققت الأرض، كل ذلك بأمر الله عز وجل. قال: وأما ما ينقل من أن الزلازل تحدث بسبب أن الأرض فوق رأس ثور فإذا تحركت الأرض، قال: هذا باطل، وإن كان قد نقل، لكن لو كان كما قالوا، يقول رحمه الله، لتزلزلت الأرض كلها. قلت: وما ورد من أحاديث من أن الأرض تكون فوق ثور أو فوق حوت في البحر وهناك صخرة على رأس هذا الحوت، فالوارد منها أحاديث لا تصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وما ورد من آثار فإنما هي متلقاة من بني إسرائيل، ولا أعلم بعد بحثي أن هناك حديثا ثابتا يدل على وجود ثور تحت الأرض أو حوت يحمل الأرض. وكذلك الشأن فيما يقال من أن عليه صخرة، تلك الصخرة هي التي ذكرها لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله القول فيها، مما لم يثبت كالقول فيما يتعلق بالثور وبالحوت. سبحان الله، يقولون في مثل هذا الزمن، يقولون: إنما هي أحداث طبيعية تحدث هكذا، ولم يردوا ذلك إلى أمر الله وقدرة الله. أعوذ بالله من الجهل والزيغ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفطرت قلوب الخلق كما في درء تعارض العقل والنقل. قال: وجبلت قلوب الخلق على أنهم متى ما رأوا أحداثاً متغيرة متجددة ذكروا الله عندها، لأنهم يعلمون أن هذا الشيء وهو الحدث المتجدد ما أحدث نفسه، إنما أحدثه محدث. قال رحمه الله: وإنما هم يؤمنون بأن الأحداث كلها من عند الله، لكن لما كانت مألوفة تلك الأحداث لم يتنبهوا إليها، لكن الشيء الذي هو غير المألوف كالزلازل إذا حدث فهو شيء قد تجدد لديهم فيذكرون الله عز وجل.